أنا جيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا شفتوا الشوط الأول، شوط كله إصابات وكله ضغط وكله شد عصبي. طبعا الأهلي هو اللي متملك الكورة طوال الشوط الأول، الشناوي ما اختبرش نهائيا. طبعا بداية المباراة كانت سجال بين الفرقتين، زي ما احنا شفنا هدف لأليو بادجي واتلغى عن طريق الفار بحجة التسلل على مروان محسن، كان سابق بخطوة. طبعا شايفين ضغط من لاعيبة المصري وتكلينات غير طبيعية أدت لإصابة أفشة بعد ما اتغير. عمرو السولية طلع الأول، شد في العضلة الأمامية، قفشة نزل، أحمد ياسر دخل عليه، هوب كارت أحمد لأحمد ياسر. أنا معرفش أحمد ياسر محسسني إن هو بيلعب نهائي كأس عالم، بيلعب بعصبية جامدة جدا. علي معلول في كل حتة في الملعب، ركنية من اليمين بيلعبها، ركنية من الشمال بيلعبها. جونيور أجاييه عبارة مش موجود في الماتش، كرة انفراد المفروض يدوس بيها ويدخل بيها على جوه، الراجل بيطلع بيها لبره، بيدي ظهره لحسام عياد حارس مرمى المصري. يعني جونيور اجاي علامه استفهام كبيره جدا جدا، واستمرار وجوده في الملعب هيسبب مشكله للنادي الاهلي. الماتش على المحك زي ما بنقوله، الفرقتين بيلعبوا بعصبيه جامده جدا، ويمكن المصري اكتر شويه. مش عارف والله، اليو بادجي الكرة اللي هات، هل هي اوفسايد فعلا ولا مش اوفسايد؟ هل مروان سابق بخطوة ولا مش سابق؟ طبعا الكلام ده كله هنعرفه مع التحليل بعد المباراة. اوكي، في الرسم بتاعت الاعادة ان رجل مروان محسن سابقة، بس هل وقت ما طلعت الكرة من اليمين كانت اوفسايد، ولا من احمد الشيخ كانت اوفسايد؟ كان واقف في الاوفسايد ساعتها ولا لا؟ الماتش مجمله مفيش هجمات واعدة، مفيش هجمات تحسسك ان المباراة ممكن كان يتحرز فيها، ندخل فيها اجوان في الشوط الاول، باستثناء كرة بادجي. طبعا بادجي بيتحرف كل حتة، مروان محسن كمان عمل مجهود يشكر عليه، ولكن زي ما قلت لكم الضغط العصبي ما بين الفرقتين واضح جدا، اللعيبة بتعمل التحامات قوية جدا. محمد هاني اتألق في الدفاع، رامي ربيعة وياسر ابراهيم يعتبر ما اختبروش، الشمال شغال كويس علي معلول، لكن جونيور اجاي مش مخدم عليه صح، محمد هاني مغطي ورا. اوكي احمد الشيخ بيتحرك في اليمين، لسه في حلقة مفرغة، في نقطة مش عارفين اللعيبه تربط ما بينها وما بين بعضيها وما بين الوسط وما بين المهاجمين قدام. اتمنى ان شاء الله الشوط الثاني اللعيبه تنزل اعصابها هاديه شويه، لان الضغط العصبي دوت هو اللي منرفز اللعيبه، مش بيلعبوا براحتهم، مفيش هجمه بتاخد وقتها مع النادي الاهلي. اصابه عمرو السوليه طبعا خساره كبيره، عمرو السوليه عنصر من العناصر الرئيسيه في خط وسط النادي الاهلي، اتمنى ان هو ما تكونش حاجة كبيرة، لان لسه عندنا ماتش الوداد بعد 3 اسابيع او 20 يوم. اتمنى يا ربي ان شاء الله الاصابة ما تكونش قوية. الشوط الثاني هل الاهلي هيستغل النقص العددي في الفريق المصري، والا هيفضل الحال كما هو عليه؟ لازم فايلر يكلمهم ويقول لهم تهدوا ويلعبوا على الارض، الكور الطويلة مش هتجيب اي نتيجة، واتمنى ان جونيور اجاييه يتغير، يعني ده واجب بصراحة، وجوده في الملعب لا يفيد ولا يغني ولا يسمن من جوع. من الاخر نقطة ضعف بجد، يعني لو المصري بيلعب 10 عشان مطرود منه واحد، احنا بنلعب 10 عشان ناقصنا جونيور اجاييه. اتمنى الشوط التاني يتغير الوضع، اتمنى اللعيبة تهدى شوية، لان العصبية دي مش هتفيد زي ما قلت لكم. وان شاء الله وليد سليمان يكون ليه دور وصالح جمعة،
وباذن الله باذن الله يكون في اهداف في الشوط الثاني. طبعا الكره اللي جابها اليو بادجي مهاجم ممتاز، كنا نتمنى ان الشوط الاول ينتهي 1-0، ولكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن وبما لا يشتهي حكام الفار. الحكم امين عمر ممتاز في كل حته في الملعب، مش سايب كوره للصدفه وبيدي كل فرقه حقها. وزي ما قلت لكم ما نقدرش نحكم على الجون اللي دخل هل هو فعلا اوفسايد ولا لا، وان شاء الله باذن الله باذن الله نتفائل خير، والشوط الثاني باذن الله يكون على الـ يعني المأمول. احنا بنتمنى ان احنا على الاقل حتى نبدا الشوط بهدف. لو بدات بهدف خلاص الملعب هيتفتح مع هيفتح معاك، اللعيبه هتهدى شويه وهيبطلوا العصبيه اللي هم فيها ان شاء الله باذن الله. ما نسبقش الاحداث وان شاء الله الشوط الثاني يكون فال خير وربنا يكرم، وان شاء الله نقدر نحرز اهداف في الشوط الثاني وربنا يصلح الحال ان شاء الله باذن الله. مش عارفين هل وليد سليمان هينزل، هل هيغير صالح جمعه، لسه مش باين. طبعا الاصابات كانت ممكن في اصابه هتيجي لحمدي فتحي كمان، بس ربنا ستر، ربنا يصلح الحال واللعيبه بس تطلع سليمه. لا يا رب اللعيبه تطلع سليمه، لان الضغط ما بين الفرقتين قوي جدا والتحامات قويه جدا. ان شاء الله نتمنى خير الشوط الثاني ونتقابل بعد الماتش باذن الله. سلام. توصلوا بالسلامة يا جون، هتوحشنا يا حبيب قلبي. انت ما تنساش وحيد بقى حبيبك واخوك. مع السلامة. مع السلامة يا كريستين. خلي بالك. باي باي باي. اي حد يكلمك في المطار قول له ارمط. ارمط دي عاملة زي الفيزا بالظبط. يلا مع السلامة. مع الف سلامة. خلي بالك من نفسك. هتوحشنا يا جون. هتوحشنا يا حبيب قلبي. مع الف سلامة. مين دول؟